السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان جميعا، تحية لجميع الموالي على الإخوان، رمضان كريم. كما تشوفوا الإخوان الحميمات ديال جمعية الخير والسلام في مدينة الجديدة الإخوان، وإن شاء الله راكي تسنوا دابا في الترونسبور باش يجي باش يتهزوا مسابقة ديال أبطيح المنظمة من طرف اتحاد أبطال دكالة. تبارك الله الحميمات، اللهم بارك الإخوان منخرطين قبيله جابوا الحميمات ديالهم، داز الامور بخير وعلى خير. الحميمات تيكيتا وداروا في البانيه، دابا كيتسناو في الترونسبور يجي باش يمشيو. الحميمات حميمات مكونسونطرين، والله يسخر الدراري كاملين ان شاء الله في هاد الطلقه اللي كتعطي تقريبا شي 600 وشي حاجه. الحميمات بالنسبه للدراري اللي مشاركين في هذا السباق، كاينين الدراري ديال سيدي بنور، الزاويه، الزمامره، ولاد فرج، الوالديه، جمعه ولاد غالم، سيدي عابد، مولاي عبد الله، جديده كما قلت لكم، المهم جديده كامله. وكاين الدراري ديال الزمور تما جابوا الحميمات ديالهم قبيله، اللهم بارك. الحميمات مرتاحين الاخوان، اللي شاف شي حمامه ديالو يتعرف عليها يكتب لينا شي كومونتير. ان شاء الله ملي غيدخل الحمامه الاخوان راه غيكون الكونترول، الحمامه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه غادي نديروا لهم ان شاء الله كونترول. قناة الولاعة في إقليم دكالة إن شاء الله غادي تكون عملية كونترول. الحميمات اللهم بارك، بالنسبة لعدد الحمام تقريبا ديال جمعية الخير والسلام غادي يمشيو عند الأخ عزيز الرئيس ديال الجمعية، رئيس الجمعية غادي يقول لنا الكلمة ديالو، راكي قاعد في الشرابات. السلام عليكم أخ عزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خويا هشام، كنشكروك وكنشكرو قناة الولاعة على التغطية. شي كلمة خويا على السباق، أجي خويا عندنا هنا وقول لنا شي كلمة، قول لنا شي كلمة خويا. شي كلمة خويا بالنسبة لعدد الحمام والجمعيات اللي مشاركين معاكم. بالنسبه للجمعيات اللي مشاركه معنا، كاين 8 الجمعيات اللي عاملين اتحاد ابطال الوكاله الكبرى خويا. بالنسبه لعدد الحمام الاجمالي اللي كاين عندنا حنايا راه كاين 286 حمامه اللي كاين الان حاليا تقريبا. تقريبا عدد الحمام اللي غيكون اجمالي ما بين 8 جمعيات تقريبا شحال يكون العدد؟ حنا كنتمنوا ان شاء الله باش يكون العدد ما يفوق ال 1000 ان شاء الله، وغيكون غيكون تقريبا غتكون واحد 1200 ولا 1300 ان شاء الله باذن الله. الله يسخر اخويا، شي كلمه للمنخرطين ديالك اخويا. المنخرطين ديالي اخويا هما في حد ذات سواء بحالهم بحال المنخرطين ديال الجمعيات كاملين، مادام اننا لاعبين في الاتحاد راه كنتمنى التوفيق للجميع اخويا هشام. ما كاينش الفرق ما بين المنخرط ديالي والمنخرط ديال الجمعيه الاخرى. كلشي باغي ان شاء الله التحدي، ونتمنى للجميع ان شاء الله المنافسه تكون. بالنسبه للجوائز اللي دايرين دايره اتحاد ابطال الدكاله العصبه، اتحاد الدكاله جوائز بحال المسابقه اللي داس اللي غيديكلاري الاول غيدي كونستاتور بنزين. تبارك الله اللهم بارك. والثاني تلفازه، تلفازه، وكاينه لا ماشين. الله يسخر، الله يسخر اخويا، وكاين فرن كهربائي. المهم اخويا الجوائز اللي كانوا في المسابقه ديال الراس ومنين راه هما اللي غيتعاودوا ان شاء الله بنفسهم. الله يسخر اخويا عزيز. الجميع اخويا. شي كلمه الاخ عثمان على هذا السباق، كيفاش كان اخويا وكيفاش تجمعوا الحميمات؟ الحمد لله امور دازت بخير ياك. بخير على خير، كنشكرك الاخ هشام على التغطيه ديال قناه الولاعة. وبالنسبه للحميمات حتى كتشوف اخويا الحميمات اوريونتين مزاقين في بلايصهم اخويا، هما في بانيه كنتسناو ان شاء الله الكاميو ونحاولوا باش يجي دابا نشارجيوهم، ونتمناو للموالي كاملين التوفيق ان شاء الله، ولي ضرب ضرب الصحه والراحه هادشي اللي كنقول لك اخويا هشام. الله يسخر اخويا عثمان. اخ ايوب منخرط في جمعيه الخير والسلام، شي كلمه اخويا على هذا السباق. والله يسخر الاخوان اللي
الطلقه ان شاء الله، نتمنوا خير للجميع. شحال هاز سمح حمامه؟ 4 حبات. اللهم بارك، الله يسخر. ها هي الاخوان اللوغو ديال جمعيه الخير والسلام، الله يسخر لهم في الطلقه هذه ديال ابطيح المنظمه من طرف اتحاد الدكاله. الله يسخر لهم ويسخر الجميع. السلام عليكم.